الحقيقة تحبسني ليه؟ أنا مش ببيع مخدرات، دي الجملة اللي قالها الشاب ده صاحب عجلة بيبيع عليها قهوة، لكن هو حاول يدافع عن نفسه قدام الحملة الشعواء اللي قام بيها رئيس حي غرب القاهرة، وقال له تحبسني ليه؟ أنا مش ببيع مخدرات. نسمع كده توسلات الشاب ده. هو الولد عارف اللي هيحصل، هو هيعرف انه هو هيروح مكان الحي عشان يجيب العدة، بيسموها العدة او بتاعته، فيروح يلاقيها اتاخدت كلها، لان الصولة والصولات يعني الناس دي بيهفوا الحاجات دي، يعني لما بيلاقوا عربية موز بياخدوا العربية يحطوها على البتاع ده، او عربية بتبيع شرابات وفانيلات ومحافظ جلدية والقصة دي، بياخدوها يرموها في عربية نقل كده ويقول لك روح خدها من المحافظة. يروح بقى صاحب السبوبة ما يلاقيش غير العربية، طب البضاعة فين؟ اتاكلت، وزعوها الصول على بعض عادي جدا، بياكلوا حرام عادي جدا، مفيش أي مشاكل خالص، عربية فول، عربية بتبيع محافظ، عربية بتبيع سبح، أي حاجة في الدنيا، خاصة اللي هو الناس اللي تبيع فاكهة والحاجات دي تتاكل جوه عادي. ده أنا مرة واحد صاحبي اتاخدت عربيته في قسم من أقسام الشرطة لأنه خبط واحد من الجماعة اللي بينضفوا الشوارع دول، وهو الراجل كان عايز ترمي قدامه عشان ياخد فلوس، وانتهت القضية بأنه خد 50,000 جنيه. ما علينا، يعني العربية اتاخدت راحت اسم امبابة، وعربية كانت هوندا، وهوندا كويسة جدا. لما راح ياخدها بعد 3 أيام ما لقاش فيها أي حاجة جوه الاسم، ما لقاش فيها الكاسيت وما لقاش فيها حاجة، لا الأربع كاوتشات بس والعربية الناس خدوا. لكن ما علينا، يعني دلوقتي هم خدوا منه العجلة وخدوا منه البتاع ده، المعدة بتاعته، وبيقول لهم انا مش ببيع مخدرات، يعني انا ايه عجله واقفه ببيع قهوه بيها، انا حر يا سيدي، بقى عايز تساعدني اديني ترخيص. يعني إيه لو رئيس حي غرب القاهره ده راجل محترم كان يقول له ادي ترخيص اهو بيع، بس ما توقفش في الحته الفلانيه مثلا. لكن خلي بالك في سبب وراء ان رئيس حي غرب القاهره عمل فيه كده، انا هقول لك السبب ايه، بس خلينا الاول نشوف مواقع وقنوات السيسي وكلامها الحقيقة عن حديثها، يعني عن القصة دي، عن الموضوع ده. اسمع اهو، ادي مواقع اهو، السفيرة عزيزة تقرير عن مشروع قهوة بندق لاستبدال السجائر بالقراءة مع قهوة، هي ادي دي ام سي عليها 4 مليون مشترك ما شاء الله، وبتبيع دي ام سي بتوزع مخدرات بس، قهوة بندق اشرب قهوة واقرا كتاب، ادي اهو ده في احد في قناة البلد صدى البلد، يعني الراجل بيتعامل اقرا كتاب وبتاع. ادي دوت مصر فيديو العجله اكل عيش قهوه بندق مشروع متنقل بالزمالك، شاب. ادي الست قاعده اهي، البنت قاعده قدامه بتقرا. اليوم السابع فيديو العجله رياضه واكل عيش قهوه بندق مشروع الاء ومحمود في الزمالك. واقف ايه عمل ايه للشارع ده لما وقف؟ ولا حاجه ولا اي حاجه. افتكروا السيسي لما كان بيقول يوجه بإنشاء أكاديمية وطنية للنابغين وعدد جديد من الجامعات، طب يعني ده عاجل دلوقتي، ده دلوقتي عاجل، السيسي يوجه بإنشاء أكاديمية وطنية للنابغين وعدد جديد من الجامعات التكنولوجية، ده دلوقتي عاجل، ده دلوقتي عاجل اهو، 2/9 مارس. يا راجل بطلوا كدب بقى، بطلوا كدب، بلا سيسي بلا قرف، جاتكوا القرف. المهم يا والله انا صعبان عليا بندق ده وحياة ربنا، واحد فكر في مشروع بسيط جدا